مع التشكيلة الأساسية اللي دخلت اللقاء في أول تدخل الآن مع بداية الشوط الثاني. ما شفنا أي تغيير سواء من جانب السيد أروى بارينا ولا السيد خوزيه بيسيرو مدرب الشارجة. هل ستتغير الأمور؟ حمد إبراهيم خاطئة، ممكن هذه هجمة للوصل الآن، المحاولة لكن تصل إلى الحسن صالح، تصل إلى الحسن صالح، الوصل لم يستغل الخطأ الأخير من حمد إبراهيم وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. مباراة ما بين صاحب المركز الخامس اللي هو الوصل وصاحب المركز العاشر اللي هو الشارجة. الوصل لديه 4 نقاط، الشارجة لديه نقطة وحيدة فقط. هنا الجولة الثالثة اللي أيضا هناك مباراة أخرى تقام تقريبا بنفس توقيتنا، مباراة دبل في جرمان عجمان. كيف انتهى الشوط الأول يا ترى؟ انتهى أيضا 0-0، إذا كلا المباراتين 0-0. خطأ للوصل، بعد ذلك مباراة السارة الجزيرة والنصر في استاد محمد بن زايد، مباراة من المستوى الكبير بكل تأكيد. حلوة هذه الكرة، ما شافها في الجهة اليسرى اللي هو فابيو ديليما أو رونالدو مينديز. عدل صالح الآن، كايو حصل على بطاقة صفراء بداعي التمثيل في الشوط الأول. علي سالمين محاولة وصلاوية، حلوة الفكرة في الجهة اليمنى لكنها طويلة، طويلة كانت على سالم العزيزي وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لمصلحة الشارجة. بالأمس الإمارات مع حتى الإمارات 4-0، الوحدة مع الظفرة، الوحدة 3-1، العين مع شباب أهلي دبي، العين 2-1. هذه هي نتائج اليوم الأول من الجولة الثالثة. حتى الآن المباراتين اللي تقام أو اللي يقامان بنفس التوقيت لا زالوا بالتعادل السلبي. ملعوبة الكرة، علي سالمين يبعدها، خاطئة من الحسن لكن يتدخل الأسترالي الدولي عمر جمعة ربيع. خطأ لمصلحة عمر، خطأ لمصلحة عمر اللي باين في الصورة، الجناح الأيسر في تشكيلة نادي الشارجة. سيزار ممكن هذه حلوة يلعبها إلى الحسن صاحب الميول الهجومية، عرضية خطرة لكن يتدخل وحيد إسماعيل في اللحظة الأخيرة، يتدخل وحيد إسماعيل في اللحظة الأخيرة. شوفه شوفه في الإعادة، كان ممكن تصل إلى فاندر، كان ممكن يفتتح التسجيل، كان ممكن يسجل الهدف الأول في مباراة اليوم. ولا ضربة ركنية حتى الآن الوصل مقابل ضربتين فقط للشارجة. هل يستغل الشارجة؟ الكل متواجد داخل المنطقة، ممكن الآن سيزار بيلارس على التنفيذ، يلعبها ويرفعها داخل المنطقة، بتعدي من الجميع، تسديدة كان ممكن، كان ممكن فاندر لكن أيضا تصطد في الدفاع الوصلاوي وبالتالي بتضيع الكرة وبتضيع المحاولة. مينديز يلعبها بشكل عالي، يتدخل عمر اللي متراجع، محمد جابر بالخطأ، ممكن الآن محاولة هذه لكن أيضا محمد جابر بشكل ممتاز يتدخل ويبعد الكرة الأخيرة. عمر جمعة ربيع خطأ لمصلحة أو رمي تماس لمصلحة الشارجة. الموسم الماضي 2-0 للوصل في الدور الأول، 2-1 للوصل أيضا في الدور الثاني هنا في هذا الملعب. وفي المباراة الأخرى في بطولة كأس صاحب اسم رئيس الدولة 4-2 لمصلحة الشارجة. هذا هو تاريخ لقاءاتهم في الموسم الماضي، هذه أول مواجهة ما بينهم هذا الموسم، لا زلنا في الجولة الثالثة. الأسبوع القادم مباريات البطولة الأخرى، مباريات بطولة كأس الخليج العربي للمحترفين. الوصل راح يواجه الإمارات في الإمارات، والشارجة راح يواجه شباب أهلي دبي في ملعب شباب الأهلي دبي. خطأ لمصلحة الشارجة. هذه الطريقة لربما تنتهي المباراة 0-0، حتى الآن لا نشاهد أي رغبة هجومية من جانب الفريقين، هناك بعض المحاولات لكن مطلوب أكثر، مطلوب أكثر تركيز، أكثر طلعات هجومية، أكثر اندفاع نحو المرمى. خطأ لمصلحة خالد الزري. الشارجة اليوم يغيب عنها عيسى سانتو بسبب الإصابة في اللحظات أو في فترة التمارين الماضية. ملعوبة عالية، يوسف سعيد لكن يتدخل عبد الله صالح، رمية التماس للشارجة، خالد الزري الظهير الأيمن والاسم الجديد في تشكيلة الشارجة، تبعد أيضا من عبد الله.
حمد ابراهيم بشكل عالي ناحيه فاندر ينزلها براسه لكن ايضا خطأ وبالتالي علي السالمين. وحيد اسماعيل الان هناك ناحيه فابيو ديليما لكن ايضا مقطوعه محين خليفه كابتن الشارجه. عمر جمعه ربيع حاول فيها عمر في اقصى الجهه اليمنى الى خالد. خالد الزري الان الى فاندر. فاندر مع خالد ممكن انه يتقدم. يهيئها الى خالد المراوغه من الاول ومن الثانيه يتخلص الان. ملعوبة هذه يوسف سعيد خطرة تبتلي للشارجة ممكن هذه المحاولة تسديدة ضاعت الفرصة على التشيلي. كان ممكن سيزار بينارز يسجل الهدف الأول. شوف شوف احتفظ بالكرة حظا عليها بعد ذلك الدوران لكن التسديدة من سيزار إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب التسديدة من سيزار. سيزار بينارس شوف بيسيرو راضي على الكرة الأخيرة لربما سيزار بينارس القادم من فريق يونيون اسبانولا في تشيلي. هناك في الجهة اليمنى الآن يوسف سعيد إلى حمد إبراهيم خاطئة من حمد كان ممكن يتصرف فيها بشكل أفضل لكن علي سالمين يلعبها عالية هنا في الجهة اليمنى إلى فابيو ديليما خطير جدا هذا اللاعب ممكن يتقدم ممكن يراوغ التمريرة لكن تبعد من محمد جابر عادت مرة ثانية خطأ لمصلحة محمد وعلى فابيو ديليما خطأ على فابيو ديليما. أحمد ديدا اليوم في حراسة العرين الشرجاوي بعد ما تم الاستغناء عن محمد يوسف لمصلحة نادي النصر. الخطأ سينفذ أحمد ديدا عالية ناحية فاندر هي التسلل على فاندر. إشارة مساعد الحكم الثاني أو الأول اللي هو جمعة المخيني هذا هو فاندر. فاندر ساكرامينتو فييرا صاحب 28 سنة والقادم من فريق أبويل القبرصي بدأ مشواره مع فلامينغو هذا اللاعب اللي باين في الصورة في 2009. تابعت هذه من حارس المرمى يوسف سعيد الآن في الجهة اليمنى يعيدها هنا إلى خالد. خالد الزري يعدي فيها بشكل ممتاز. خالد معاه الكرة إلى فاندر تدخل ممتاز من جانب وحيد يتدخل محمد جابر بشكل ممتاز بالرأس. خالد الآن يلعبها حلوة في الجهة اليمنى مقدم مستوى طيب. خالد الزري في الجهة اليمنى بالنسبة لفريق الشارجة خطأ لمصلحة عبد الله الصالح خطأ لمصلحة الوصل بالجهة اليسرى. لا زال الشوط الثاني في الدقيقة 55 أول 10 دقائق ولا زالت الأمور سلبية من حيث الأداء من حيث النتيجة. الشارجة حاول في كرة عن طريق سيزار بيناريز للتشيلي لكن أيضا كرة تعدد كان ممكن من خلالها يفتتح التسجيل. أي هدف يسجل سيغير العديد من الأمور في مباراة اليوم. ننتظر الهدف الأول سواء من جانب الشارجة ولا الوصل. وحيد اسماعيل الكابتن معاه الكرة حلوة بالكعب هذه من كايو خطأ لمصلحة الوصل وعلى محين خليفة يحتاج عليه بقوة وبالتالي بطاقة صفراء. لو لم يحتاج بهذه الطريقة لربما لم تشهر البطاقة الصفراء. شوف هنا عملية تدخل ربما فيها دفعة فيها خطأ لكن طريقة احتجاج محين بكل تأكيد هي اللي أدت إلى خروج البطاقة الصفراء. محين خليفة أحد اللاعبين اللي نشأوا وبرزوا هنا في أكاديمية نادي الشارقة. بيسيرو يطالب لاعبينه بالمراقبة في الجهة اليسرى يتدخل فيها اللي هو خالد الزري ويبعدها إلى رامي التماس. الوصل لا يقدم الأداء الهجومي اللي
تعودناه من الوصل. ممكن في اللحظات القادمة ممكن تتغير الأمور. عبد الرحمن علي هنا في الجهة اليسرى إلى وحيد. وحيد إلى عبد الله النقبي أو إلى رونالدو أو هذا أنتوني كازيرس. هنا عبد الله النقبي، علي سالمين، وحيد إسماعيل إلى عبد الله صالح في الجهة اليسرى. كازيرس الآن، كل هذه النقلات للوصل. أنتوني كازيرس يبحث عن الزميل. حتى الآن تكتيك السيد بيسيرو قادر أنه يغلق كل المنافذ أمام لاعبي فريق الوصل. عذاري من الأخطاء، أي خطأ دفاعي ممكن يكلف الفريق هدف. سلطان المندري في المنتصف إلى علي سالمين. عبد الله النقبي هنا ناحية كايو، لكن أيضا يتدخل محمد جابر. وإلى خارج أرضية الملعب فيها ضربة مرمى لمصلحة الشارجة. ماذا؟ ضربة مرمى. ضربة مرمى، خلينا نشوفها بالإعادة. ما هي واضحة، يبدو لي أن حتى حكم اللقاء كان متردد فيها. راح تكون أوضح هنا. فيها ضربة ركنية. كان فيها ضربة ركنية لمصلحة الوصل. لكن حكم اللقاء ما شافها إلا ربما. وبالتالي احتسب فيها ضربة مرمى للشارجة. الدقيقة 58، 0-0 لا زالت الأمور. يلا يا الشارجة ويلا يا الوصل. يلا يا الملك ويلا يا الإمبراطور. المباراة ننتظرها بشكل أفضل من اللي قاعدين نشوفها. أسترالي الدولي صاحب 20 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي. ريان ماكيغوان هنا إلى سيزار. بينارس يحاول. حلوة عدى فيها عبد الله صالح. الكرة الأخيرة علي سالمين عالية هناك، لكن يتدخل أحمد ديدا. يتدخل أحمد ديدا ويعقوب الحمادي في طريقه لكي يتحدث مع من يا ترى. سيتحدث مع أروى بارينا. يوسف سعيد وعبد الله صالح يطالبوا الابتعاد عن الاحتكاكات الجانبية. رامية التماس الآن للوصل في الجهة اليمنى. سالم العزيزي مقطوعة هذه للشارجة الآن. فاندر ممكن يعدي، محاصر ومراقب، وبالتالي مقطوعة الكرة. خطأ لمصلحة الوصل خارج منطقة الجزاء. خطأ على فاندر. شوف هو اللي حاول يراوغ في المقام الأول لكن قطعت من أمامه. بعد ذلك خطأ لمصلحة رونالدو مينديز. خطأ للوصل لربما في مكان يستطيع استغلاله الوصل. شوف عصبية سيد بيسيرو على احتساب الخطأ الأخير. هذا هو فاندر القادم من أبويل القبرصي. من سيسدد يا ترى؟ رونالدو مينديز، أنتوني كازيرس. هل راح تسدد بشكل مباشر نحو مرمى أحمد ديدا أم راح يرفعها داخل منطقة الجزاء؟ 4 أو 5 لاعبين من الوصل هناك داخل المنطقة. المحاولة الوصلاوية الآن. يعقوب الحمادي يطالب حال صد البشري بالتراجع حسب المسافة القانونية. هذا هو رونالدو مينديز. المحاولة الوصلاوية الآن في الدقيقة 60 بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء. تنحط هذه ولا لا؟ رونالدو تسديدة بعيدة 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 جدا، وبالتالي إلى ضربة مرمى. سيئة كانت طريقة التنفيذ يا مينديز، وبالتالي إلى ضربة مرمى للشارجة. شوف تسديدة عالية قوية وكأنها ضربة مرمى. حتى الجمهور الوصلاوي لم تعجب طريقة التنفيذ هذه. عمليات الإحماء حاضرة من جانب احتياطي الفريقين سواء الشارجة ولا الوصل. هل سنشهد تبديل في اللحظات القادمة؟ ملعوب الكرة بشكل عالي ناحية يوسف سعيد. يتدخل عبد الله الصالح ولكن إلى رمي التماس. خالد الزري في الجهة اليمنى. هذا عبد الله الصالح ظهير ليس لنادي الوصل.
خالد الآن يلعب ناحية فاندر، مقطوع هذه من جانب وحيد في الجهة اليسرى، نقلات قصيرة في مكان ضيق وخطأ، وصلاوي خطأ للوصل، خطأ على يوسف سعيد، مناوشات ثنائية مستمرة، منافسة ثنائية مستمرة بالفعل، فيها خطأ، فيها خطأ على يوسف سعيد ما بين عبد الله صالح اللي باين في الصورة ظهير أيسر الوصل، وما بين يوسف سعيد الجناح الأيمن لفريق الشارجة. النقلات الآن حلوة، خذها النسا فابيو دي ليما ينطلق فيها، ممكن الآن صبوط لكن أيضا ما فيها شيء ومقطوعة، تتحول وصلاوية في الجهة اليسرى الآن، عبد الله صالح يلعبها ويرفعها لكن سهلة، سهلة في يد حارس المرمى أحمد ديدا، سهلة في يد حارس المرمى أحمد ديدا، يعدي فيها عمر جمعة ربيع وبطأ أو خطأ لمصلحة الشارجة في المنتصف. شوف هل كان فيها خطأ ولا لا؟ لاعب وصلاوي في طريقه للدخول، يبدو لي أن خليل خميس، بالفعل خليل خميس في طريقه للدخول، لكن بديلا لمن يا ترى؟ هل لعبد الله النقبي؟ هل لعلي سالمين؟ هل لأنتوني كازيرس؟ ملعوب الكرة في الجهة اليمنى، خالد الزري الشارجة لربما دفاعيا وعلى مستوى خط الوسط قادر أنه يحافظ على مستواه وأدائه، لكن على المستوى الهجومي حتى الآن يفتقد إلى الفعالية الهجومية. فاندر بالأساس ليس بلاعب رأس حربة، ويلتون متواجد على مقاعد الاحتياط، ممكن أن يدفع به السيد بيسيرو في اللحظات القادمة، ويلتون لاعب مهاجم وبالتالي ممكن أن يعطي الإضافة المطلوبة. يوسف سعيد إلى فاندر، وفاندر في موقف تسلل، التبديل الآن، إذا أنتوني كازيرس إلى خارج أرضية الملعب والبديل هو خليل خميس. أروى فارينا يستغني عن أحد لاعبينه الأجانب، لربما لم يقدم الأداء المطلوب، وبالتالي إضافة بعض الحيوية مطلوبة من جانب مدرب فريق الوصل إلى أداء فريقه. لاعب شرجاوي ساقط على أرضية الملعب، يبدو لي أنه محين خليفة، أجواء مناخية بكل تأكيد حارة بعض الشيء ورطوبة عالية، خاصة نسبة الرطوبة عالية جدا، وبالتالي ممكن أن تؤثر على لياقة اللاعبين على أدائهم وعطائهم داخل أرضية الملعب، لكن الأمور ليست بتلك السوء أو ليست بذلك السوء. هذا هو ويلتون، ويلتون سواريز، هل سيكون اللاعب القادم؟ هل سيكون الورقة الرابحة اللاعب البرازيلي؟ وصلاوية الآن الكرة، رونالدو مينديز، هنا النقلات الآن، هات وخذ، لا والله ما تكمل، تبعد هذه من أمام كايو إلى فابيو دي ليما، لا زالت الكرة معاه، يعيد هنا إلى كايو، ولكن إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، خلينا نشوفها في الإعادة. شوف التسديدة القوية اللي كان يطالب فيها بضربة ركنية لكن إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو كايو، حتى الآن ما سجل في مباراة اليوم، حتى الآن يجد صعوبة في الوصول إلى مرمى الشارجة. ملعوبة من أحمد ديدا عالية، فاندر بتعدي من أمامه، تبعد هذه من عبد الرحمن علي إلى رمي التماس لمصلحة الشارجة في الجهة اليسرى. ما
من سينتصر اليوم يا ترى؟ حتى الآن الأمور سلبية 0-0. حتى الآن الأمور 0-0 ما بين الفريقين. لا زالت داخل أرضية الملعب، يحاول فيها سيزار، يوسف سعيد الآن، لكن حارس المرمى يتدخل بشكل مناسب وممتاز اللي هو سلطان المنذري اللي باين في الصورة. سلطان يلعبها في المنتصف هذه، علي سالمين عدى فيها ولعبها إلى خليل خميس في اللمسة الأولى. خليل مع الكرة ينطلق، لا زالت الكرة وصلاوية. فابيو ديليما هنا ناحية كايو، كايو استلام، خطر هذه للوسط، تسديدة لكن تصطد في الدفاع، تصطد في الدفاع، تسديدة قوية كانت من جانب كايو. راح نشوفها في الإعادة، شوف الكرة، فابيو ديليما هنا إلى كايو، استلام بشكل مثالي وتسديدة بسارة، لكن أيضا أبعدت إلى رمي التماس للوصل. نفذت رمية التماس الوصل الآن، عبد الله صالح يعيدها هنا إلى عبد الله النقبي. عبد الله يحولها في أقصى الجهة اليمنى إلى سالم العزيزي. سالم معاه الكرة يلعبها عالية هنا على مشارف المنطقة، تبعد من يوسف سعيد ولكن فيها تسلل. قبل ذلك فيها تسلل على اللاعب خليل خميس. خلنا نشوفها بالإعادة. بالفعل برافو، برافو مساعد الحكم الثاني اللي هو مروان عبد الرحمن، كان صاحي لهذه الكرة. وبالتالي احتساب حالة التسلل. الدقيقة 68، 22 دقيقة على نهاية اللقاء. يا من تشاهد وتتابع هذا اللقاء عبر قناة دبي الرياضية هنا في تغطية مميزة جدا كعادة قناة المشاهير في تغطيتها لكل البطولات. مباراة الشارجة والوصل، المباراة الكلاسيكية، لا زالت نتيجتها التعادل 0-0. التعادل 0-0. شو اللي صاير في المباراة الأخرى، في مباراة دبا وعجمان؟ هل تغيرت الأمور؟ لا والله لم تتغير أيضا هناك. لا زالت 0-0 هناك في الفجيرة ما بين دبا الفجيرة وعجمان. ويلتون البرازيلي الآن في طريقة للدخول. حمد إبراهيم، حمد يلعبها إلى فاندر، لكن أيضا وحيد إسماعيل صاحي وبالتالي يقطعها. يتحول في الجهة اليمنى خالد الزري، سيزار، سيزار لا زالت الكرة معاه، يلف على نفسه يلعبها هنا إلى حمد، أخطأ فيها حمد وبالتالي مقطوعة للوصل. ممكن هناك ناحية الحسن صالح، نزلها براسه، ممكن هذه الكرة خطرة لكايو، لكن يبعدها أحمد ديدا. خطرة كانت للوصل ولكايو لكن أبعدها أحمد ديدا. أخطاء كبيرة يقع فيها اللي هو حمد إبراهيم، خاصة لاعب خط الارتكاز، إذا ما قطعت الكرة راح تكون الهجمة خطيرة على الفريق الآخر. بطاقة صفراء. الآن التبديل، الآن ويلتون يدخل بديلا لعمر جمعة ربيع. ويلتون البرازيلي القادم من فريق قيصر سبور التركي، 28 مباراة و12 هدف هناك مع الفريق التركي. صاحب الثلاثين سنة هذا اللاعب البرازيلي. ويلتون الآن في أول مشاركة هنا في دوري الخليج العربي للمحترفين، هل يثبت نفسه؟ هل يعطي الإضافة المطلوبة؟ يدخل ويلتون البرازيلي الآن، اللاعب المهاجم في تشكيلة الشارجة، ملعوبة بشكل عالي، نزل رين، ممكن ويلتون، لكن في موقف تسلل، في موقف تسلل اللي هو البرازيلي ويلتون صاحب القميص رقم 20. حصل على هداف الدوري الروسي هذا اللاعب في سنتين متتاليتين، في 2009 و2010 نتحدث عن ويلتون البرازيلي، هذا الكلام قبل 7 أو 8 سنوات. ويلتون سواريز
ابعت هذه من خالد الزري. الدقيقة 71 لا زالت الأمور سلبية من حيث النتيجة. رمية التماس من منديز إلى عبد الله النقبي. عبد الله إلى منديز. هنا إلى علي السالمين. لا زالت الأمور عادية في مباراة اليوم. بعض الفرص القليلة حاضرة، لكن كنا ننتظر ما هو أفضل، كنا ننتظر ما هو أكثر من حيث الإثارة والمتعة. خليل خميس في الجهة اليمنى يلعبها خاطئة، وبالتالي ضربة مرمى لمصلحة الشارجة. هذا خليل، هذا هو اللاعب البديل. وكل الفريقين على قميص نجمة، النجمة اللي تمنح عن كل خمس بطولات دوري. الشارجة لها سبع، أو الشارجة لها خمس بطولات والوصل لديه سبع بطولات. هنا تسديدة كايو القوية واللي تصدى لها براعة أحمد ديدا، وكان صاحي لهذه الكرة. أحمد ديدا حارس الوصل والأهلي وبنياس السابق. علي سالمين حلوة، ينزلها في الجهة اليمنى إلى سالم العزيزي. نقلات وصلاوية، ماذا تخبئ لنا؟ 18 دقيقة الأخيرة فيها أهداف ولا لا؟ يا سلام، حلوة بالكعب من فابيو دي ليما. علي سالمين الآن، لا زالت الكرة لكن أيضا مقطوعة، مقطوعة وأصبحت للشارجة. هنا إلى فاندر، ممكن الهجمة العكسية، فاندر ينطلق فيها، محاولة شرجاوية الآن ناحية ويلتون، ويلتون يحاول في أول لمسة، ممكن يعدي، لا زالت الهجمة تسديدة، لكن التسديدة ضعيفة وبالتالي تصطد، تصطد التسديدة الأخيرة. هل نال التعب من لاعبي الفريقين؟ لا زالت هناك ربع ساعة وأكثر على عمر اللقاء وعلى عمر الوقت الأصلي. في الجهة اليسرى الآن إلى عبد الله صالح. عبد الله النقبي للوصل الكرة حتى الآن. رونالدو منديز هناك في الجهة اليمنى إلى سالم العزيزي. سالم يلعبها على الخط إلى فابيو دي ليما، مقطوعة من أمامه. دي ليما اليوم لا يقدم المستوى المطلوب. ويلتون الآن إلى سيزار، سيزار يلعبها حلوة ما فيها شيء ناحية يوسف سعيد، ممكن هذه يوسف. ماذا يحتسب فيها حكم اللقاء؟ خطأ على يوسف سعيد وفيها بطاقة. هل فيها تمثيل آخر وخداع من جانب يوسف سعيد؟ طال فيها بركلة جزاء، ممكن نشوفها. الكرة الأولى في الشوط الأول لكايو حصل فيها على بطاقة صفراء واعترف فيها كايو. شوف التمريرة حلوة كانت من سيزار، ما كان فيها تسلل. هنا عملية المراوغة فيها شيء ولا لا؟ خلنا نشوفها، خلنا نشوفها، راح تكون أوضح هنا. والله حارس المرمى حاول أنه يتفادى يوسف سعيد، أخذها يوسف، فيها تدخل، كان مندفع حارس المرمى لكن حاول أنه يتفادى يوسف سعيد. هذه والله صعبة، هذه صعبة، هو لم يتعمد أن يعرقل يوسف سعيد، لكن بحكم أنه كان مندفع بقوة وحاول أنه يأخذ الكرة، بالتالي يزلق فيها بشكل كبير جدا واصطدم فيها بيوسف سعيد. يوسف هو اللي خطف الكرة قبل أن تصل إلى حارس المرمى. لكن هل فيها ضرب الجزاء؟ هل تحتسب بهذه الطريقة ضرب الجزاء؟ بكل تأكيد الحكم الدولي السابق سالم سعيد، خبير التحكيم في قناة المشاهير، سيتطرق إلى هذه الحالة أيضا، مثل ما سيتطرق بالنسبة لحالة كايو في الشوط الأول. حالة كايو كانت واضحة، ما كان فيها شيء، حتى هو اللاعب نفسه اعترف، لكن هذه يوسف سعيد كان يطالب بشيء، خطف الكرة قبل حارس المرمى، حارس المرمى كان متدخل بقوة، لكن شفناه أن يعني شفنا حارس المرمى أبعد يدينا، حاول أنه ما يعرقل يوسف سعيد، لكن بحكم أنه تدخل بجسمه بقوة فبالتالي الاصطدام كان موجود. لكن هل تحتسب ضربة جزاء بهذه الطريقة؟ هنا السؤال. عموما السيد يعقوب الحمادي لم يحتسبها وأخرج البطاقة الصفراء على يوسف بداعي التمثيل، بداعي محاولة الحصول على ضربة جزاء. تبديل راح يكون الوصل، أحمد عبد الله عباس سيكون اللاعب البديل. نحن الآن في فترة الاستراحة وفترة الوقت المستقطع ودقيقتين أو الكولينج بريك اللي يمنحهم حكم اللقاء للاعبي الفريقين بسبب الأجواء الحارة هنا في بداية الموسم.
جانب من جماهير الامبراطور الوصلاوي اللي حاضره هذا اللقاء، حاضره بقوه وقادره انها تملا ال 30% التي منحت لها من قبل نادي السارقه، ما يقارب ال 90% ممتلئه المقاعد هناك في مدرجات الوصل، 30% من المدرجات. الان يخرج عبد الله النقبي ويدخل حميد عبد الله عباس، يخرج ايضا حمد ابراهيم ويدخل وليد احمد. وليد احمد يدخل الان في تبديل شرجاوي اخر، وقبل ذلك تبديل وصلاوي بدخول حميد عبد الله عباس بديلا لعبد الله النقبي. يستهدف اللاعب الان من بعد فترة الاستراحة القصيرة، دخلات وصلاوية خليل خميس هنا الى حميد، اللمسة الاولى الى كايو، كايو يعدي ممكن يسدد تسديدة، برافو التسديدة وبرافو الانقاذ من احمد ديدا، تسديدة صاروخية من كايو لكن يبعدها احمد ديدا. اوه كان ممكن يكون هدف جميل للوصل، لكن ببراءة ببراءة يبعدها المتألق احمد ديدا الى ضربة ركنية لربما تكون الاولى للوصل. يا جماعة تخيل ان تكون الضربة الركنية الاولى للوصل في هذه الدقيقة، الدقيقة 78، لكن ممكن يستغل الوصل. تبعد هذه من ويلتون المتراجع، سالم العزيزي تسديدة قوية اصبحت للشارجة الان. وحيد اسماعيل وحيدا هنا في خط الدفاع، يلعبها الى سالم العزيزي، عادت مرة ثانية للوصل. تسديدتين من كايو هذا الشوط، كلاهما كان خطير جدا على مرمى الشارجة. هنا كرة الان كايو مرة ثانية، خطير ممكن هذه العرضية تبعد من دفاع الشارجة وبالتحديد من خالد الزري، تبعد هذه الكرة من خالد الظهير الايمن. الان محاولات وصلاوية في هذه اللحظات، سالم العزيزي يلعبها الى خليل، خليل في الجهة اليمنى، عرضية للوصل تبعد من محمد جابر ويوسف سعيد الى خارج ارضية الملعب. هل تحول يوسف سعيد الى الجهة اليسرى؟ رامي التماس الان لمصلحة الوصل، لا ما هو يومه، ما هو في يومه فابيو ديليما، لا يقدم الاداء المطلوب. هل هذا فابيو؟ خلينا نشوفه. لا والله ما كان فابيو ديليما، ظلمناه، كان اللي هو رونالدو مينديز يبدو لي، لكن شوف التسديدة الجميلة من كايو واللي أبعدها أحمد ديدا. رايان الآن يلعبها إلى وليد، وليد التمريرة خاطئة، كان ممكن يتصرف فيها بشكل أفضل. فاندر الآن، فاندر معاه الكرة هنا في الجهة اليمنى إلى خالد الزري، خالد يحاول يلعبها إلى وليد، نقلات شرجاوية. فاندر الآن هنا ناحية ويلتون، لكن يتدخل عبد الرحمن علي ويبعدها. وحيد اسماعيل إلى خليل خميس، خليل في أقصى الجهة اليسرى ناحية فابيو دي ليما، هذه ممكن تكون خطرة للوصل. ليما الآن يلعبها عرضية، خطرة، صنع الكرة، يا سلام على الكرة المرفوعة بشكل مثالي، ويا سلام على استقبال اللي هو كايو. جول وصلاوي أول في مرمى الملك الآن، هدف وصلاوي أول، يا سلام حطها حطها
بطريقة جميلة بكرة رأسية عالمية في الشباك الشرجاوية، هدف أول لمصلحة الوصل عن طريق البرازيلي كايو. وسط فرحة وصلاوية بهذا الهدف، وسط فرحة وصلاوية بالهدف الأول. مباراة إن انتهت بهذا الانتصار وبهذا الهدف راح يكون هدف غالي جدا، هدف ثمين. مباراة كانت صعبة على الوصل، الشارجة كان منظم جدا في تشكيلته وفي أدائه، لكن لا زالت الأمور، لا زالت لدينا ما يقارب التسع دقائق، ممكن تتغير فيها العديد من الأمور، ممكن الشارجة يتعادل، ممكن الوصل يضيف هدف ثاني، لكن أتى الهدف المنتظر، أتى الهدف المنتظر في مباراة اليوم. معصب معصب اللي هو بيسيرو على الهدف اللي أتى، ثغرة كانت في الجهة اليسرى استغلها فابيو دي ليما ورفعها بشكل مثالي إلى المنطلق، وهي القادم من الخلف اللي هو كايو، وبالتالي تسجل هدف أول من مباراة اليوم. الآن ضربة ركنية لمصلحة الشارجة، ملعوبة مرفوعة، ممكن هذه تبعد وتعود إلى سيزار، لكن إلى رمية تماس، إلى رمية تماس لمصلحة الشارجة اللي لربما يضغط الآن بحثا عن التعادل، لربما يضغط الآن بحثا عن التعادل. رمية التماس عالية هذه تبعد من سالم العزيزي، الحسن صالح يحاول في الجهة اليسرى ولكن فيها ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة الوصل الآن، سواها الوصل وسجل الهدف الأول عن طريق اللي باين في الصورة. شوف الإعادة، شوف شوف الكرة المرفوعة بشكل مثالي، يا سلام على استقبال كايو، حطه بطريقة جميلة وسجل الهدف الأول للوصل، سجل الهدف الأول للوصل. المدافع الأسترالي كان معصب على زملائه بسبب ترك كايو وحيدا في تلك المنطقة، بسبب تركه بدون أي رقابة. هذا هو كايو صاحب الهدف، 1-0 أصبحت للوصل. الآن سنشهد تبديل شرجاوي، عبد الرحمن علي، تعاد هذه النقلات للوصل، هل يحافظ على انتصاره؟ هل يسجل هدف ثاني؟ أحمد عبد الله عباس بدأ مع النصر ثم الأهلي والآن مع الوصل. عبد الله صالح في الجهة اليسرى حاول فيها، خطأ لمصلحة الوصل والخطأ على وليد أحمد. التبديل الآن، محيي خليفة إلى خارج أرضية الملعب، والبديل هو سيف راشد، أحد الأسماء المميزة في تشكيلة الشارجة سيف، لكن ابتعد لفترة بسبب الإصابة، هل سيعود ويقدم الإضافة المطلوبة في مباراة اليوم؟ يدخل سيف راشد الآن بالنسبة لتشكيلة الشارجة. الوصل متقدم بهدف مقابل لا شيء. فالجهة اليسرى المحاولة الآن، سالم العزيزي يلعبها، تصل إلى وحيد، لكن أيضا وحيد يعدي فيها بشكل ممتاز، ما فيها شيء. هذه الكرة تصل إلى رونالدو مينديز، خطرة هذه للوصل، ممكن ممكن، الله، شوف التمريرة هل كان فيها تسلل ولا لا، يبدو لي ما كان فيها شيء، ما كان فيها شيء هنا، لكن خلنا نشوفها في التمريرة الثانية، في التمريرة الثانية هنا، هنا الكرة أبدا ما فيها شيء، ما فيها شيء. رونالدو مينديز كان أقرب إلى المرمى من اللي هو فابيو دي ليما، وفابيو دي ليما يسجل اللي أصعب فما بالك بهذه، يسجل اللي أصعب فما بالك بهذه. شوف غضب مشجعي الملك على الكرة الأخيرة وعلى الهدف الثاني وعلى الثغرات الدفاعية. هدف ثاني للوصل، 2-0 لربما انتهت الأمور منطقيا بالنسبة
للشارجة، العودة أصبحت صعبة. 4 دقائق على نهاية اللقاء، خطأ كامل للأسترالي، ممكن هذه للوصل مرة ثانية، ممكن الثالث، ممكن الثالث، لكن أيضا أبعدت أبعدت، وبالتالي سهلة في يد حارس المرمى. صعبة الأمور بهذه الطريقة بالنسبة للشارجة، متأخر بهدفين، بطاقة صفراء على عبد الله صالح وخطأ، سواء الوصل وسجل هدفين في مرمى الشارجة في الشوط الثاني. وكلمة السر في الهدفين، فابيو ديليما صنع الهدف الأول بطريقة ولا أروع، سجل الهدف الثاني واستقبل كرة مينديز السهلة جدا وسجل من خلال الهدف الثاني، سجل من خلال الهدف الثاني. 2-0 أصبحت الأمور، 2-0 لمصلحة الوصل. الوصل يتفوق مرة أخرى على الشارجة في الدور الأول هذه المرة هنا في هذه البطولة. سيزار بينارس، الشارجة يتعرض للخسارة الثانية على التوالي، ليست بالبداية المثالية. سيف راشد إلى فاندر، سيزار، سيزار هنا إلى وليد، كل هذه النقلات للشارجة، محاولات سيزار الآن يتدخل ويتوغل فيها، لا زالت الهجمة لكن يسقط فيها لتشيلي، يسقط فيها لتشيلي، كان ممكن يعدي، كان ممكن يراوغ ويتقدم، يصير معصب على لاعبينا بسبب الأخطاء الدفاعية. سيف راشد الآن تسديدة ولكن سهلة في يد حارس المرمى سلطان المندري، بكل تأكيد الهدفين اللي سجلهم الوصل لربما أصابوا فريق الشارجة بالإحباط بعض الشيء، لكن الوصل قدر أن يستغل الثغرات الدفاعية، قدر أن يستغل ميزة لاعبينا الأجانب وبالتالي سجل الهدفين. انتصار غالي وصلاوي حتى الآن على حساب الشارجة في هذه المباراة الكلاسيكية، والشارجة يستمر في تقديم النتائج المتواضعة في بداية هذا الموسم. تعادل مع النصر 0-0، خسر من الظفر 2-0، يخسر الآن من الوصل 2-0، خسر أيضا من الإمارات في البطولة الأخرى، بطولة كأس الخليج العربي للمحترفين، وبالتالي بداية متواضعة جدا بالنسبة للشارجة. هنا الكرة ناحية ويلتون داخل المنطقة، يحاول فيها وضرب الجزاء، ضرب الجزاء للشارجة الآن، ضرب الجزاء يمنحها يعقوب الحمادي لويلتون البرازيلي. خلنا نشوفها، خلنا نشوفها، ما كان فيها تسلل هنا، هنا ويلتون يحاول، وهل كان فيها شيء ولا لا؟ شوف هنا التدخل، لربما كان فيها شيء، حاول أن يتفاداه بالقدم لكن أيضا اصطدام الجسم بالجسم، لكن أي حالة مشكوك فيها. بكل تأكيد مثل ما كل مرة نقول أن سيتم التطرق إليها من الزملاء هناك في الاستوديو التحليلي. ضرب الجزاء لربما تكون في وقت متأخر جدا ولا تسعف الشارجة للعودة. ضربة الجزاء الآن تسجل هذه ولا لا؟ فاندر على التنفيذ، ضرب الجزاء للشارجة، سينتهي الوقت الأصلي وبالفعل انتهى. 4 دقائق كوقت بدل ضايع، يحطها ولا لا؟ فاندر يقلص الفارق ولا لا؟ البرازيلي، ضرب الجزاء للشارجة الآن، فاندر يحاول فيها، يحطها بالفعل، هدف أول شرجاوي الآن، هدف أول شرجاوي الآن في الوقت بدل الضايع. 2-1 أصبحت الأمور، 2-1 و4 دقائق كوقت بدل ضايع، راح تكون مثيرة جدا، راح تكون مثيرة جدا. الشارجة سيحاول أن يتعادل في هذه اللحظات، عاد بعض من الأمل لكن الأمور لا زالت صعبة، لا زالت صعبة. نلعب في الوقت بدل الضايع في الجهة اليمنى، خليل خميس، لحظات راح تكون مثيرة الآن. الشارجة سيبحث عن التعادل في هذه الدقائق الأخيرة، خطأ لمصلحة الوصل والخطأ على ريان جيمس ماكي جوان الأسترالي، معصب كان على قرار حكم اللقاء. I do.
محمد في تبديل ما شفناه، لكن لربما تقوية الأمور الدفاعية. عبد الله صالح الآن، وخطأ آخر للوصل على خالد الزري، خطأ آخر للوصل فيما يحتاج الشارقة إلى هذه الدقائق وإلى هذه اللحظات. خطأين الآن، بالتالي الأمور لمصلحة الوصل، الأمور لمصلحة الوصل. حتى الآن 2-1 انتصار، إذا ما تحقق للوصل راح يكون انتصار ثمين وغالي. خطأ في الجهة اليسرى الآن، تنفذ هذه بشكل قصير، رونالدو مينديز إلى خليل، خليل يحاول يلعبها ويرفعها، خالد الزري الآن هنا إلى السيف، سيف يأخذها لنفسه، محاولة شرجاوية، خطأ لمصلحة الشارجة، وبطاقة على حميد، بطاقة على حميد. اللحظات الأخيرة، حكم اللقاء يطلب تنفيذ الكرة من المكان وقبل أو على الصافرة. هذا الخطأ اللي كان لمصلحة سيف، سيف أحد المميزين، لكن تأخر دخوله بالنسبة لسيد بيسيرو. اللحظات الأخيرة، شوف أروى بارينا يطالب لاعبينا بالتركيز، دقيقة وعشر ثواني على نهاية الوقت الأصلي، كل لاعبي الشارقة متقدمين، ملعوبة بشكل عالي، تبعد هذه ورمي التماس للشارجة، يضغط في هذه اللحظات بحثا عن التعادل، يضغط في هذه اللحظات الشارجة بحثا عن التعادل، رمية التماس الآن، هل يسويها الملك ويسجل التعادل في اللحظات الأخيرة؟ رمية التماس ملعوبة، تبعد من كايو بالرأس من جيف، مرة ثانية تسديدة، لكن إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية لمصلحة الشارجة، ضربة ركنية لمصلحة الشارجة، هل يتم استغلالها؟ هل تكون الأخيرة؟ هل تكون الفرصة الأخيرة؟ ممكن الآن سيزار يرفعها، المحاولة بالرأس، ضاع التعادل، ضاع التعادل على الشارجة، وأنقذها سلطان المنذري، أنقذها سلطان المنذري، كان ممكن، كان ممكن يحطها ويسجل، لكن تبعد هذه الكرة، ممكن تكون الهجمة الأخيرة، يبعد حميد. وفي هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا تنطلق الصافرة، انتصار صعب، انتصار غالي، انتصار ثمين للوصل على الشارجة، هدفين مقابل هدف، الشارجة أو الوصل يرفع رصيده إلى 7 نقاط، الشارجة يبقى على رصيده النقطة الوحيدة، مبروك للوصل وجماهيره، هارد لك للشارجة ومحبينا، مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، كان معكم أحمد سلطان العبيدلي، سنلتقي معكم بإذن الله في المستقبل القريب. هذه المباراة برعاية